بسم الله الرحمن الرحيم. حنتابع اليوم تشريح الحوض والعجان. كنا بلشنا بالجهاز الهضمي وحناخذ اليوم القسم الأخير من هذا الجهاز اللي هو الجوف الحوضي. طبعا الجوف الصدري، الجوف البطني، وأخيرا الجوف الحوضي. ما هو الحوض أو الجوف الحوضي؟ هو الجسم المحدود بعظام الحوض والذي يحتوي في الأعضاء التشريحية، الأعضاء التناسلية والمستقيم والمثاني. طبعا احنا ايضا مر معنا انه عنا الجوف الحقيقي او الحوض الحقيقي او الصغير اللي هو بيكون محدود بالحوض العظمي اللي بيحده من الخلف هون عظم العجوز الطنف بالفقرة العجزية الاولى، وبالامام العاني، وطبعا له الحوض مدخل بهذا اللي بيحده من مدخل الحوض ما بين الطنف وما بين الارتفاق العاني، والمخرج يلي هو اللي بيغطي الحجاب العضلي اللي بيكون ما بين الحدبات الاسكي وارتفاق العاني، وايضا الجسم المتوسط. طبعا مثل الصدر والبطن والهي باقي الجسم عندي دائما يغطى هذا العضو بلفافة بنسميها الورقة الجدارية الحوضية، مثل ما شفنا بالبطن البرتوان والبرتوان الجداري، وأيضا بالجنب الجداري والجنب الحشوي. هنا عندي الورقة الجدارية الحوضية اللي بترتكز على العرف الحرقفي بالتحديد على الشفة الأنسية منها، ثم تتمادى نحو الأسفل في أسفل الحوض الكبير لتغطي العضلي القطني والحرقوف، وعند الحرقوف بصير اسمها العضل الحرقوفي. وأيضا تدع اللفافة الحوضية الجدارية وتغطي العضلية السدارية والهرمية الرافعة للشاج والمستعرضة العجانية العميقة. إذن اللفافة الحوضية هي امتداد للفافة البطن داخل الحوض. نحن نعلم هذه هون البطن، لكن بتمتد هي داخل الحوض. تقسم إلى ورقة جدارية المقصود فيها اللي بتغطي هون، والحشوية تغطي الأعضاء. فالجدارية تغطي الجدر الحوض، بينما الحشوية تغطي أحشاء الحوض. البرتوان شو علاقته بجوف الحوض او البرتوان الحوضي؟ البرتوان الجداري المبطن للجوف البطني ايضا بيغطي جزء من جوف الحوض في الاسفل، لكن ما بيصل الى، لاحظوا انه اذا ان البرتوان هذا هو هذا البطن عم، فبتلاقي ما بيصل لتحت، وانما بيغطي جزء من احشاء الحوض اللي وبيبقى هون أرضية الحوض. إذن فقط بغطي القسم من أحشاء الحوض. إذن ليس الأحشاء الحوضية ما بتكون مغلفة بالبرتوان. قسمت لفافات الحوض إلى اللفافة الحوضية الجدارية واللفافة الحوضية الحشوية، وعندي لفافة الداخل الحوضية. اللفافة الحوضية الجدارية اللي هي تغطي الوجه الداخلي للجدران الحوضية، تغطي الجدارين الوحشيين للحوض الصغير اللفافة السدادية، وتغطي الجدار الخلفي لكنها غير تامة لا تكون موجودة على العجوز، وأيضا تشكل قسمة من أرضية الحوض في المجموعتين. لفافة الحجاب الحوضي العلوي تغطي الوجه الحوضي لرافعة الشرج العصوصي، ولفافة الحجاب الحوضي السفلي أرق من العلوي وتغطي الوجه السفلي لرفعة الشرج العصوصي. وعندي اللفافة الحوضية الحشوية اللي هي نسيج خارج برتواني يغلف الأعضاء ويغمد الأوعية، وتمتد بين البرتوان واللفافة الجدارية وتدعم في الأعلى من النسيج مع وتتمادى بالأعلى مع نسيج خارج البرتواني. وعندي لفافة داخل الحوضية يلي هي النسيج المعوي في الحيز بين اللفافتين الجداري والا.
عند السيدات بتلاقي البرتوان يصل البرتوان إذا الخط الناصف أو قرب الناصف إلى الحافي الخلفية لسقف المثاني وينعطف عليها. هو هون عم نحكي طبعا شايفين شلون بيجي، هذا هو المثاني، هذا الرحم، وهذا هو المستقيم. بيجي البرتوان وبيلف على الحافي الخلفي للمثاني، ثم بينعكس على الرحم، ثم بينعكس وبيجي على الحقيقة هون بيشكل هون جيوب. هذا الجيب اللي بين الرحم وبين المثاني اللي بنسميه أو الردب بنسميه جيب دوغلاس، أو بسموه الجيب المستقيم الرحمي. وعندي على الجانبين عندي أيضا الحفرة جانب المستقيمي. عادة ممكن في بعض الأحيان نبذل هذا الجيب بعض الأسباب الطبية. أيضا هناك طيتان مستقيمتان رحميتان اللي بواقعين على جانب البرتوان، هذا احنا هذا هو الرحم، هذول الطيتين بشكلوا الرباط العريض للرحم واللي فيه الأوعية الرحمية. إذا هن بين الجدار الحوضي الوحشي وبين الرحم. أحشاء الحوض، يحتوي الحوض قسمة من الجهاز الهضمي المقصود في المستقيم والقناة الشرجي، وأيضا يحتوي قسم من الجهاز البولي هو الحالب والمثاني والإحليل، ويحتوي الجهاز التناسلي الذكري المقصود الخصي والبربخ والأسهر، والجهاز التناسلي الأنثوي يلي المبيض والبوق والرحم والوهب. اليوم حنتناول احنا باقي الجهاز الهضمي، وحناخذ القسم الأخير اللي هو يشكله المستقيم. ما هو المستقيم؟ هو القسم الانتهائي من الأنبوب الهضمي. طبعا احنا الأنبوب الهضمي قلنا يبدأ من الفم، المري، المعدي، بعدين الأمعاء الدقيقة الغليظة، وينتهي هون بالمستقيم والقناة الشرجي. طوله حوالي 15 سنتي. طبعا يتواصل المستقيم مع السين بهذه هون بهذه الزاوية. حقيقة اللي بتكون شكل حاد، وكل ما كبر المستقيم تقوى الزاوية كل ما قل. لهالزاوية كتير مهمة لأنه هي بتشكل هذه العروية أو الزاوية، بتساوي مصرة هي فيزيولوجية طبعا غير تشريحية، وبتغير حقيقة، حتكون فاصلة ما بين عمل السين وبتميز المستقيم اللي حنشوفه هذا العضو المهم اللي بيسهل طبعا وبينظم عملية البراز ويتمادى مع القناة الشرجية. الحقيقة ما تتصوروا قد ايه حيكون في مشكلة نفسية عند الإنسان اللي عنده سلس برازي، يعني من الأهمية بمكان فهم تشريحية وفيزيولوجية المستقيم والقناة الشرجية لما لها أهمية في حياة الناس. يعني اللي عنده سلس برازي يعني يعيش في حياة حقيقة سيئة نفسيا، قد يصل به إلى الانتحار لأنه الناس تبتعد عنه، بصير دائما عنده سلس براز، بتطلع ريحته، يعني حتى زوجته أو الزوج يتخلى عنه، بعض يعني المصاب زوج أو زوجي ربما أنا شاهدناها بالحياة العملية أنه تخلى عنه نتيجة هذه الإصابة عندما يفقد المستقيم والقناة الشرجية عمله وبنظمه عملية البراز وتؤدي بالناس. طبعا اليوم نحن شفناها بإصابات الحرب كثيرة، كان عم الكولوستومي أو اللي بصيب عندهم إصابات بالعمود الفقري كيف عندهم بصير عدم استمساك لهذه المسرة. هلا حناخذها ان شاء الله. اذا جنينيا وتشريحيا بعندي المستقيم قسمنا الى قسمين، القسم الحوضي والقناة الشرجية. فالمستقيم الحوضي ما هو؟ هو القسم الاخير من الجهاز الهضمي، بتلاقي بيساير منحني مثل انحناء العجوز تقريبا، مغطى قسم العلوي بالصفاق، بسميه الصفاق المستقيم العلوي، قسم السفلي بالصفاق المستقيم السفلي. ومثل ما حكينا انه هون عندي ردج دوغلاس اللي بيتشكل ما بين الرحم وما بين المثاني، وطبعا هو واضح عند المرأة اكثر من الرجل.
المستقيم الحوضي شكله عنده انثناءات ثلاثة منشوفهم. الأول أو الانحناءات ثلاثة، علوي واحد، متوسط وسفلي، وأيضا عندي مقابيلهم احنا بنسميهم هاي الانثناءات أو بسميهم دسامات، هي دسامات هوستن. أيضا عندي علوي أيسر وعلوي دسامة السفلي الأيسر والأعلى والأيسر، أعلى أيسر وسفلي أيسر، وعندي دستون أو دستون المتوسط الأيمن. طبعا هاي العضلة الرافعة على الشالج، هاي العضلة الحرقوفية، وهذا هو الارتفاق العاني. هون عندي المسرة المسرة الخارجية، هذه المسرة الداخلية، هون الحزمة العانية المستقيمية لرفعة الشرج، وهون تقريبا يبدأ المستقيم. يسمى القسم هذا القسم من المستقيم بمجال المستقيم، يعني بعد الانحناءات بصير عندي هو متوسع وبشكل مستقيم يتمادى مع القناة الشرجية، بسميه المجال المستقيم. ما هي وظيفة المستقيم؟ حقيقة كثير هذا المستقيم مثل ما حنشوفه عضو مهم جدا عند الإنسان، هو الذي يخزن البراز. يا هل ترى هل هو بيشبه الكولون ولا بيختلف عن السين يعني اللي قبله؟ ما هو جزء من الكولونات بس آخر جزء، لكن عنده حقيقة خاصة أنه يتمدد مع المواد في الداخل، وبدل ما يرتفع الضغط يعني فوق وقت بيجي البراز فبيضغط على يعني الكولون، الكولونات بشكل عام تتمعج وتدفع البراز الى المستقيم. لكن المستقيم هون خاصيته انه يستطيع ان يخزن ويتمدد، عنده مرونه بالتمدد حتى ما اذا كان اليوم الى حد معين بعدين هذا الحد بيعطي الرغبه بالتبرز. لكن اذا ما صار استجابه للتبرز ماذا يفعل؟ هل يدفع به الى القناه الشرجيه وبصير عندي سلس برازي؟ لا، هو شو بيساوي؟ يعيد هذه المواد الى المستقيم الى القولون الى السين والى القولون النازل، وطبعا يزيد امتصاص شوي من امتصاص المياه، وبالتالي يستمسك يعني البراز ولا ويحمي الانسان من يبرز قدام الناس اذا كان لا يوجد هناك رغبه. اذا عندما يمتلئ المستقيم بشكل كامل تدفع زياده في الضغط داخل المستقيم جدران القناه الشرجيه مما يسمح بالبراز، ثم يقصر المستقيم في الطول، بيدفع البراز دفعا الى القناه الشرجيه بمساعد الحركه الدوديه المستقيم. والمعاصري الشرجية الداخلية والخارجية تسمح البراز في الدخول، لكن هذه تتبع إلى الإرادة الإنسان، يعني إذا الإنسان هو كان بوضع يسمح له بأن يفعل ذلك. حنحكي بالتفصيل على هذا المنعكس بنهاية بعد ما نخلص تشريح. المستقيم العجاني أو القناة الشرجية، إذا هذا هو، إذا قسمنا قسم علوي، هاي الطيات اللي حكينا عليها، وهي الزوايا، وهون المستقيم العجاني أو القناة الشرجية، هي ذلك القسم من المستقيم الذي يحد من الأعلى مكان مرور الشرج المستقيم عبر الحجاب الحوضي، هذا هو إذا قلنا هذا هو الحجاب الحوضي. هو اللي بشكل من العضلات، ويحد من أسفل ماذا؟ الخط الشرجي العاني، الخط الشرجي العاني، هذا هو الخط الشرجي العاني. إذا هو ما هو كثير طويل المستقيم العجاني. أيضا الميزة إنه
ما هي علاقة هاي المستقيم العجاني والقناة الشرجية بالمستقيم؟ حنشوف ان هناك زاوية احنا بنسميها الزاوية، تقريبا تكون قائمة. لو رجعنا لهون رح نشوف هذا هو المستقيم وهي القناة الشرجية. لاحظوا هذه الزاوية، إذا أيضا هي تساعد باستمساك، يعني وقت بدير تدخل على المسارات اللي حنشوفهم هلا، وقت عندي المسار الشرجي الخارجي وعندي العضلة الرافعة للشرج والمعصر الداخلي، يوم بيرتخوا بيلغوا هي الزاوية وبيسهلوا خروج البراز. الجهاز المصري الشرجي اللي هي بتحيط القناة الشرجية، إذا هي عندي هون هلا الجهاز المعصري المعصرات الشرجية اللي بتحيط القناة الشرجية، وعندي مجموعتين من الألياف، واحدة دائرية وواحدة طولانية. الألياف الدائرية تتوضع أيضا على مستويين، المستوى الداخلي من الألياف ملساء تمتد تعد امتداد للطبقة العضلية الموجودة في فوق في المستقيم. وتقيس من 2.5 إلى 3 سم طولا، وبتكون سماكة حوالي 1.5 إلى 5 ملي. هي إذا قلنا المصرة الخارجية الداخلي، إذا عندي مصرة داخلية عفوا الألياف الدائرية، عندي المستوى الداخلي والمستوى اللي بتساوي المصرة الداخلية، بينما المستوى الخارجي من الألياف اللي هي هون وتتوضع على مستويين أيضا. المستوى الخارجي من الطبقة الطولانية المعقدة لها دور في مهم في التغوط، هي شايفين المصرة اللي تحت الجلد الخارجي، وعندي أيضا المصرة الخارجي العميقة. يؤدي طبعا دور مهم في التغوط، التقلص من التقصير، الاخوات بيتقلصوا هدول بيقصروا القناة الشرجية وبيفتحوها وبيخلوها بشكل مستقيم. اما تكون المستوى الداخلي من الطبقة العضلية تحت المخاط للشرج، تتوضع فيها بين المصرة الداخلي ومخاط الشرج، وتقوم هذه الطبقة تحت الخط المسنن بربط المصرة الداخلية مع مخاط الشرج مشكلتها ما يسمى رباط بارك. هذه هو رباط بارك، هذا خط المسنن، هذا هو رباط بارك، هذه الطبقة الطولانية وهذه المصرة الخارجية وهذه المصرة الخارجية تحت الجلد. تشارك العضلة رافعة الشرج والمكونات الثلاثي، في حي عملية بتساوي هي بتعمل استمساك. هذه الحزم الثلاثة رافعة الشرج والمكونة ثلاث حزم، وخاصة الحزمة العانية اللي بتساوي مثل المقلاع اللي هي أقوى شيء. لاحظوا شلون هي بتشد المستقيم وعند والقناة الشرجية عندها الزاوية، وبتؤدي إلى التصاق الجدار الخلفي بالأمامي، وبالتالي تعمل استمساك، تعمل نوع من الحياة هي اللي بتساوي نوع من خلينا نسميها بتعمل إغلاق، كأنها عملت إغلاق لهذه الزاوية. وقت بترتخي بيفتح وبيرجع تمادي القناة الشرجية مع رفعة الشرج وبيطلع البراز. شو هي مجاورات المستقيم؟ في الخلف، هذا هو هون إذا أخذنا الخلف، هون عندي العجز طبعا والعصعص، وعندي الحجاب الحوضي العضلي شايفينه هون 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 هون. في الوحشي إذا سميناه هون عندي ايضا الحجاب الحوضي من هون، هو مثل ما شايفين بقايا الكولون والضفير الخسلي،
في الامامي اللي هون، هون في بالامام عندي الارتفاق العاني، لكن يفصل عن المستقيم المثاني، والرحم عند السيدات لكن تكون عند الرجال فقط، المثاني والحويصلين المنويين والقناطين الدافقتين. ما هي علاقة البرتوان بالمستقيم؟ وأنه يستر البرتوان الوجوه الأمامي والوحشي للقسم العلوي. الوجه الأمامي للقسم المتوسط ولا يغطي القسم السفلي أبدا. عند الرجال بتشكل عندي جيب أو ردب نحن نسميه بين المستقيم المثاني، وعندي الحاجز المستقيمي الموثي. أما عند المرأة بيساوي الجيب المستقيمي الرحمي نتيجة انعطاف البرتوان بين المستقيمي، نسميه هذا ريتش دوكلاس وهو مشهور. وعندي الحاجز المستقيمي المهبلي والحفرات جانب المستقيمي، نتيجة دائما الفراغ الموجود بين هذه الأحشاء واللي حولها. أما القسم الأخير اللي هي القناة الشرجية، فعلا اللي هي مهمة جدا، هي والمستقيم يعني مهمتها انه الاستمساك البراز وتنظيم عملية البراز واعطاء الاحساس للانسان انه يذهب الى لافراغ البراز. وهذه العملية المعقدة اللي بيجيها الناس كلها، يعني مع انه ما حد بيقدر اهميتها، لكن بصير عنده الواحد عدم خروج تطبل البطن وتلاقي الانسان يدخل بحالة مرضية قاسية. بيتألف من مجل المستقيم في الأعلى، هذا هو المجل، جزء من هو المجل المستقيم. إذا من هون لهون طوله تقريبا القناة الشرجية حوالي 3 سنتي. المظهر الداخلي فيها هنشوف بالقناة الشرجية هي الأعمدة اللي احنا بنسميها أعمدة شرجية، وتنتهي هذه الأعمدة بهي الدسمات أو الخط المسنن اللي بسميه أو الخط المشطي. والقسم تحت الخط المشطي بصير عندي منطقة انتقالية اللي بتبدل فيها هي النسيج المبطن للكولونات من فوق، نحن نعرفه نسيج غدي بسيط ظهارة غدية، وبلش هون طبقة من طبقة مطبقة مالبيكية غير متقارنة، ثم تتمادى مع الجلد اللي بصير طبقة مطبقة مالبيكية متقارنة. المسارات الشرج حنراجعها سريعا، هي عندي مسار الشرج الداخلي هي اللي شايفينها اللي بتحيط بالتلتين، وان هي القناة، هي قناة الشرجية بالتكبير، بتحيط هي بالتلتين العلويين من القناة الشرجية، تتسخن الدائرة في دار المستقيم، وهي عضلي لا إرادي. إذا هي العضلي لا إرادي، أي لا يستطيع الإنسان إنه يتحكم بها، بتتقلص وترتخي نتيجة النظير الودي بيؤدي ارتخاء والودي بيقلصها. إذا تقلص توتري معظم، وهي متقلصة بشكل توتري معظم الوقت، وترتخي إمتى؟ يوم بيتوسع المستقيم، يوم مجل المستقيم بيتوسع ترتخي هذه العضلة بشكل لا إرادي. إذا تعتمد على امتلاء المستقيم وتوتر داخل هذا المستقيم أو مجل المستقيم طبعا. وعندي المسرة الخارجية، هذه المسرة الخارجية اللي أيضا إلى 3 أقسام. قسم الأول هو تحت جلدي، يحيط القسم تماما عند فوهة الشرج، هذا القسم تحت الجلدي. وعندي قسم سطحي اللي بتكون هون فوق تحت الجلدي، ويصل العصعص بالشرج. وعندي القسم العميق وهو القسم العلوي من القناة، يرتبط بالعضلة العانية الشرجية أو العانية المستقيمية والجسم العاني. وهذه العضلة بأقسامها الثلاثة هي عضلة إرادية تعصب بالعصب المستقيم السفلي، وهي متخلصة توتريا بشكل متبدل، تستجيب للتقلص الإرادي، أي عندما يقرر الإنسان أنه يروح يفرغ محتويات المستقيم من البراز، يستطيع أن هي بيعطيها الأوامر الإرادية
بترتخي وبالتالي بصير عملية. إذا عضلة إرادية تختلط دائما الألياف الطولانية للمستقيم والقناة الشرجية مع الألياف العانية المستقيمة وتتابع بين المسرتين الداخلية والخارجية وتصبح ليفي وتشكل حواجز ترتكز على الجلد وهي بسميها موصنات جلد الشرج. هاي تعرف ان احنا المستقيم عندي الطولانية هاي وبتجي بترتكز، هذا المقصود. هون صورة حقيقية للمسرة الشرجية عند البالغ، رح نشوف هون يعني هاي المنطقة المستقيمة كولونية، ب هاي المنطقة الانتقالية سيس، اصبحنا بالمنطقة الرصفية ودال هون الجلد، بنلاحظ انه الجلد شلون له وضعية خاصة. ايضا هون الشكل ترسيمي للمستقيم ومجل المستقيم، هون اعمل الطيات المستقيمية سميناها، وهذا الخط المسنن. طبعا هون من هون لهون هذا المستقيم، وهون القناة الشرجية، من هون تبلش القناة الشرجية وحتى إذا يختلف التعصيب والتصريف الوريدي واللمفي للقناة الشرجية اللي فوق الخط المشطي وتحته. أعلى الخط المشطي مخاطي غير حساسية للألم، وأسفل الخط المشطي إنها هي مبطنة بظهارية مطبقة غير متقرنة حساسة للألم، متقرنة تحت بتصير عند حافة الجلد. المجاورات في الأمام عندي اللي عندي المركز الوتري للعجان او الجسم العجاني اللي بنسميه، وبسط القضيب، وفي الخلف عندي رباط الشرج العصعصي، وفي الجانبين في عندي الحفري الاسكي او الحفره الوركي الشرجي. الشرايين بتروي او تغذي المستقيم، هي عندي شريان المستقيمي العلوي وهو استمرار المصاريقي السفلي فرع عين ايمن وايسر، وعندي فروع داخلي مخاطي الاعمدة الشرجية حتى الدسامة، والشريانان المستقيمان المتوسطان ايضا من لكن هدول فرع من القسم الامامي للحرق في الباطن، وتغذي قسم سفلي للمستقيم وعلوي للقناة الشرجية. وعندي الشريانان المستقيمان السفليان اللي هني فرع الحيائي الباطن اللي بيجي من الحقوق في الباطن، وعندي تغذية قسم سفلي من القناة الشرجية شريان العجز الناصف فرع انتهالي الأبهر البطني وفروع صغيرة إلى الوجه الظهري المستقيم. إذا عندنا نوعين من التوعين، شيء بيجي من المصاريقي السفلي وشيء بيجي من الحرق في الباطن أو من الانتهائي. إذا عندي طبعا كلهم بعدين من الأبهر. هذا هو الباطن. العودة الوريدي أيضا عندي ضفيرة وريدية تحت مخاطي تشكل ضفيرة مستقيمية داخلية شايفينها، وأيضا وبتشكل هون الضفيرة الباسورية عند في مستوى الأعمدة الشرجية، هون بصير البواسير. فوق الخط المشطي الأوردة المستقيمة العلوية من ثم إلى الجهاز البابي، يعني فوق هذا الخط وين بيروحوا؟ بيروحوا الأوردة إلى المصاريقي السفلي ثم إلى الوريد البابي. تحت الخط المشطي هون هذا أظن خط المشطي، ف عندي بيروحوا فوق عند القناة الشرجية، عندي بيروحوا إلى الدوران الحيائي الجهازي لأنه حيروحوا إلى الوريدين المستقيمين السفليين، وبالتالي الوريد السفلي حيروح إلى الأجوف السفلي، وبالتالي يعني حرقه في وبيروحوا إلى الأجوف السفلي، وبالتالي رح بيروحوا إلى الدوران الجهازي. فهون مثل ما شفنا بالمعدة، يعني عندي الدوران
في المريء الأسفل عند دخول المعدة عندي دورانين، واحد بيروح إلى الدوران البابي وواحد بيروح إلى الدوران الأجوف السفلي، والتالي بيصير هون دوالي المريء نتيجة وقت بيكون عندي مشكلة طبعا بالكبد، فبصير دوالي المريء هون. أيضا عندي بين الدورانين هذا التفاور بين الأوردة المستقيم المتوسط والسفلي المتسامي، وهي عندها صمامات فعالة. التعصيب فوق الخط المشطي عندنا ألياف حشوية من ضفيري الخثلي السفلي، وتحت خط المشطي عندي ألياف جسمي ألمي من العصب المستقيم السفلي، فرع من العصب الحيائي أو الفرشي. لذلك وقت نحن من نساوي أي تداخل خراج مثلا، مثل ما نجي من خدر عند الحدبي الوركي، هي الحدبي الوركي أو الإسكي شوكي، وهون بيخرج العصب، فلذلك من العصب الحيائي وقت بيخرج مش مساوي من عمل تخدير في هذه المنطقة. طبعا هي بعد هون إزالة الجلد عم نشوف المعصرات، وعم نشوف العضلة الرافعة أو الحجاب الحوضي، وعم نشوف الأوردي اللي حنشوفها مبينة هون اللي مرقت معنا بالمحاضرة السابقة. هلا النسيج، هل بيختلف نسيج ما بين المستقيم وباقي الكولونات؟ طبعا هون عندي هاي صورة الأعور من الأعور، وهيدي هون صورة للمستقيم. عم نلاحظ انه طبعا بيشبهوا بعض، لكن في بعض الفروقات، مثل انه في الأعور الخلايا الراشفي اكثر والخلايا الكأسية اقل مقارنة بالمستقيم. بيكون النسيج اللمفاوي المنتشر أكثر كثافة في الأعور هون، لكن هون حنشوف الخلايا البلازمية والحميضات والتجمعات اللمفاوية، وكما حنشوف هون خلايا بينهيت بشكل طبيعي في قاعة الغور. تكون نسبة الخلايا الكأسية إلى الخلايا الراشفة في المستقيم أكبر، وتكون الصفيحة الخاصة أقل كثافة، كما تكون البالعات المخاط أكثر وضوحا وممكن تمييزها بشكل أكبر. هذا هو الغدد المستقيمية، وهذه هي بالأعور. هلا لو شفنا هون مقطع نسيجي يظهر الاتصال المستقيم بالقناة الشرجية مكان الاتصال، طبعا بدنا نحن نلاحظ انه هون العضلية الرافعة للشرج، وبيهمني أرض الزهارة، وهون المنطقة الانتقالية. كما نعلم أنه الزهارة هون بتكون كل بسيطة مقاطية ثم تصبح مالبكية مطبقة غير متقارنة، ثم تصبح عند الشرج المطبقة. طبعا الصفيحة الخاصة تمادي الصفيحة الخاصة المستقيم مع الصفيحة الخاصة القناة الشرجية، وأيضا الخميس تحت المخاطي، وبعدين بيجي القميص العضلي. هلا هون مقطع ثاني أوضح بتكبير أكبر، هي إذا الخلايا المستقيم الغدية، وبتصبح هون تبدأ الانتقال إلى الطبقة المالبكية المطبقة، أيضا نفس الشيء. هذه المقارنة تحتوي ظهارة هذه المنطقة الانتقالية في قناة شرجية على كل من الأنماط الخلوية الموجودة في الظهارات الرصفية المطبقة غير المتقارنه، يعني عندي خلايا ميلانيه بتكون هي غنيه بالنهايات العصبيه الحره، عندي خلايا ميلانيه صباغين تزداد هالخلية كل ما اقتربنا من منطقه الجلد تحول للشرج واللي بتعطيها بعدين لون غامق، عندي خلايا لينكرهانس وتعتبر من الخلايا المتغصنه، عندي لمفاويات تائيه، عندي خلايا ميركل وهي خلايا حسيه تتشكل من نهايات عصبيه حره، وتكون المنطقة المخاطية غنية بهذه المنطقة. في هذه المنطقة الانتقالية لا تحوي هذه الطبقة غدد أو ملحقات بشروية اللي بنشوفها عادة بالمنطقة عندما الجلدي.
الجلد حول القناة السرجية بني بتشبه باقي الجلد، بتكون فيها بشرة وزهارة رصفية مطبقة متقرنة. أيضا حنشوف منحقات الجلد اللي هي الأشعار والغدد الدهنية بالإضافة للغدد العرقية. يبدأ تقرن الزهارة في الجزء السفلي من القناة السرجية باتجاه الخارج. الجلد حول السرجية يتميز بوجود غدد بائدة الذروة، يعني غدد العرقية إلى عدة أنواع، منها بائدة القمة، إذا هون بتكون، وتدعى هذه الغدد بالغدد العرقية السرجية التناسلية، وهي من نوع الغدد المبطنة بخلايا أسطوانية. لوحظ انه وجود مستقبل هون بالتلوين خاص المجهري، لقوا انه الغدد العرقيه عم تتلون تلوين بيظهر فيها مستقبلات الاستروجين والاندروجين. هاي في من تقريبا في مستوى المنطقه الرصفيه، يعني تقريبا بالقناة الشرجية عند الانتقال إلى البشرة بصير رصفية، بالإضافة للحمية والخلايا العضلية الملساء في منطقة المسارة الداخلية لدى جميع الأفراد ولكل الأعمار. وهذا يدل على أن هذه المنطقة تعد هدفا لتأثير الهرمونات الجنسية. بالإضافة إلى ذلك أن الغدد العرقية الشرجية الجنسية تكون غنية بمستقبلات الأستروجين والبروجسترون على عكس الغدد العرقية التقليدية الأخرى، ولهذا أطلق عليه اسم الغدد العرقي الشرجي الجنسي. حقيقة من هون يعني حقيقة هذه الدليل إنه الاعتداءات اللي بتصير في الصغر تنمي هذه المنطقة وتؤدي إلى مشاكل في وانحراف الطفل أو طبعا هذا يعني يحتاج إلى بحث آخر. العضلة الرافعة للشرج أخيرا اللي أخذناها المرة الماضية أنها هي ثلاث أقسام: العضلة العانية العصعصية اللي هي بتنشأ من جسم العاني إلى العصعص، ترتكز على هون على الموسي وعلى إحليل وعلى قناة شرجية، ايضا على جدران القناة الشرجية. وعندي العضلة العانية المستقيمة من جسم العاني نحو الخلف تتحد مع العضلة المقابلة، بتساوي اللي بتجي من هون ومن هون بتساوي مثل المقلاع. والعضلة الحرقوفية العصعصية اللي اخذناها هنا المرة الماضية. اذا نشكل المستقيم والشرج مجموعة وظيفية واحدة تكون حركيته متناسقة تحت لتحكم عصبي متكامل يسمح بتأمين واستمساك بالرأس وإجراء عملية التغوط الإرادية، وتشابه حركية المستقيم والشرج إلى درجة كبيرة حركية المثانية. يعني كيف الإنسان بيقدر يستمسك البول وبيقدر يبول بشكل إرادي إنه ما يصير عنده سلس بول، نفس الشيء بالمستقيم والشرج. ما هي آليات الاستمساك؟ كيف يحافظ الإنسان على أنه ما هو قاعد بين الناس يطلع البراز لوحده؟ رب العالمين خلقنا طبعا هذا الجهاز المتكامل بالحقيقة الناس ما بتهتم لأهميته، لأنه إلا اللي بيوعى فيها اللي عنده المشكلة، ليس هو فقط يعاني وإنما تعاني كل الأسرة اللي حواليه. يعني بتلاقي اللي عنده هدول المشاكل بالبراز، يعني عنده مشكلة كبيرة في المنزل، مشكلة مع أصدقائه اللي بيحطوا فيه، وها بصير الإنسان عنده نوع من الانطواء وبيروح على جنب، ويمكن يعني يعاني من مشاكل نفسية. إذن آلية الإمساك عندي أربع آليات. هي أول شيء في حالة الراحة يشاهد في القناة الشرجية منطقة ضغط عالي. إذن الضغط في المنطقة في القناة الشرجية عالي، بينما بالمستقيم طبعا هي القناة الشرجية كلها 3 سنتي، بينما بالمستقيم الضغط ما هو 1 باسكال كيلو باسكال، بينما هنيك 9 أضعاف تقريبا. يعني إذا هذا الضغط العالي يمنع المواد البرازية إنه تخرج.
طبعا يعزى هذا الضغط العالي في القناه الشرجيه الى المسره الشرجيه الداخليه بصوره رئيسيه. اما المسره الخارجيه عند ايضا تقلص توتري، ولكنها وجد تجريبيا، يعني اذا انشلت المسره الخارجيه ما بتاثر على الضغط اللي موجود. الشغل الثاني هي تاثير الوضعيه والفعاليه، ازداد ضغط داخل البطن، يعني كل اللي احنا وقت انت بتقلص عضلات بطنك او الحجاب الحاجز بتعمل مناوط فالسالفة او بتعمل بترفع اثقال او اي شيء التمارين، يعني مثلا قد ايه بيرتفع الضغط في البطن الى 20 كيلو باسكال. هلا اذا ال 20 اذا الضغط صار اعلى من التسعه، اذا انتقل المستقيم معناتها 20 صار الضغط هناك تسعه، فهذا يتهدد، لازم الانسان كل ما يرفع شغله او يعطس يطلع البراز، لكن هذا لا يحصل. ما هو السبب؟ لأنه بهذه المرحلة تتقلص المعصر الخارجي والرفعة الشرج وتعاكس هذا الضغط، وبالتالي تمنع من أنه يصير التبرز اللا إرادي أو نتيجة الضغط. أيضا التلاؤم المستقيمي، المستقيم له صفة أنه جدرانه تختلف عن الكولونا الباقي، انه مثل المثاني كل ما بتمدد مرونته بتتوسع وبتحافظ على نفس الضغط التوتر بشكل خطي، يعني بيتم الضغط مهما توسع ما بيرتفع الضغط داخله، انما مرونته بتوسعه بحيث انه نفس الضغط تم ثابت. طبعا هذا الى حد معين يعني، لكن بعد ما يزيد عن هذا الحجم اللي بيقدر تقريبا ب 300 ممكن يصير يعني بتكون تجاوزنا هاي الخاصية. إذا الخاصية الوساعية المستقيم من منشأ عضلي بصفة رئيسية، ولكن ممكن السيالات الودية الخفلية أن تسهل ارتخاء المستقيم عن طريق تأثيرها في مستقبلات الخلايا العضلية بتا، كما يمكن أن تسهل الارتخاء الاستقبال المستقيم بواسطة طريق ناهي غير إدرينالينى وغير كولوني الفعل عبر العصب الحوضي. إذا هو بيتوسع لأنه عنده بالأساس عضلية عضلاته لهي الخاصية، وأيضا عندي فعل عصبي مثل ما قلنا هو غير إدرينالينى وغير كولوني يمر عبر العصب الحوضي. الوصل المستقيم السيني طبعا أيضا هي الخاصية أنه في يختلف هدول القطعتين اللي بينهم بيتواصل مع بعضهم بالزاوية، احنا قلنا الكولوني المستقيم تكون حادة حسب ما يكون كبير السين، تختلف حركتهم اختلافا كاملا. يعني انت اليوم تنتقل من ارض السين ارض المستقيم، هون قوانينها وحركتها تختلف، تبدي فعالية قطعية كبيرة تزيد المقاومة وتمنع من تقدم المواد البرازية باتجاه المستقيم هذه المنطقة، يعني صاير عندي مثل الصمام. يشارك هذا الوصل في استمساك البراز على النوح الفعال عن طريق حماية مستقبلات المستقيم الميكانيكي، بحيث لا يكون الشعور بالحاجة للتغوط متكررا بصورة زائدة. إذا يعد الوصل بمنزلة مسرة مفتوحة تكون فعالية التقطع في هذا الوصل غائبة أو ضعيفة في حالات الإسهال، حيث تصل الموجات التمعوجية القولوني الى المستقيم والمكان، وبتلاقي دائما عنده فرط اللي عنده اسهال، انه نحن قلنا التمعج اللي بيكون يعني المعنى بذلك انه الحركات القطعيه او التمعجيه اللي بالقولون تموت وتنتهي عند هذه الزاويه، لكن بحاله الاسهال اللي بيكون عنده اسهال اللي هي بتمتد للمستقيم تلاقي لذلك تلاقي عنده الحاجه الى الذهاب الى الحمام عالي جدا عن عنده اسهال. المنعكسات المستقيمية المصرية، يعني المنعكسات اللي بتحسك على الذهاب إلى الحمام أو التواليت وبتؤدي إلى إفراغ المحتويات. حقيقة هي التمدد مجل المستقيم فترة قصيرة بحجم قليل من الهواء يؤدي إلى حدوث خاطف، أنه بيؤدي إلى تقلص مستقيم يدافع المنعكس، هذا بنسميه التقلص مستقيمي دافع، هذا بنسميه المنعكس المستقيمي المستقيمي، ويؤدي الى ارتخاء المسار الداخلي المنعكس المستقيمي الشرجي الناهي، والى تقلص المسار الخارجي المنعكس المستقيمي الشرجي المحرض.
إذا نشاهد في هذا السياق الحركي نفسه عند وصول المواد البرازية المستقيم المدفع بمحتويات المستقيم نحو القسم العلوي من القناة الشرجية التي بتسمح بارتخائها يعني العكس المستقيم الشرجي الناهي، وبتحليل طبيعة المحتوى المستقيم هي مواد صلبة أو سائلة أو غازية، وبواسطة هذه المستقبلات الموجودة في هذه المنطقة ويؤدي إلى تقلص المسار الخارجي، وبالتالي تمنع وتؤدي إلى استمساك يعني وبتتقلص وما بيطلع البراز. يعطي هذه الفعالية الحركية نسميها منعكس الاعتيان. توجد علاقة خطية بينها حجم الهواء الذي يمدد المستقيم وهذه الاستجابة الحركية الثلاثة المسجلة. تشاهد في هذا السياق الحركي نفسه عندما يصل حجم التمدد إلى 100 ملي مع شعور بحاجة إلى التغوط عندما يتلائم المستقيم مع حجمه يعني، وهذا بيسموه بمنعكس التكيف. إذا وقت بيمتلئ كل ما بيجي حجم إلى المستقيم بصير عندك إحساس لكن بيتكيف بعد شوي فبيروح هذا الإحساس بالتغوط، وزي الإنسان بيقدر يتحكم بالذهاب خاصة كان قاعد بين الناس أو مكان ما يوجد فيه مكان يستطيع أنه يروح على التواليت فبيتكيف، إذا بيقدر يلغي هذا المنعكس. لكن يا هل ترى قد إيه بيقدر يعني لحد 300 ملي هذا الحجم الأعظمي، لكن بعدها يحتاج إلى أنه متى ما زاد عن هذا الحجم تمدد المستقيم لابد من الذهاب إلى التغوط. هل دائما المعاكسات المستقيمية المصرية الموجودة؟ طبعا في بعض الأمراض وعلى رأسها داء هيرشبرينج اللي بنشوف عند أطفال، هذا مرض ولادي بيكون عندي منسجل عندما الشك بهذا المرض بنشوف ضغوط الشرج المستقيم بنلاقيها يعني إنه غياب هذا المنعكس الشرجي الناهي لارتخائية القناة الشرجية والمستقيمة العرض. وعندي أيضا الأكلازيا اللي بسوي، وعندي المرضى العرطل، وعندي إصابة ببعض الأمراض تتصلب الجل، بيكون المنعكس المستقيم الشرجي الناهي فطريا فقط، في حين المنعكس المستقيم الشرجي المحرض مكتسبا. يعني عفوا المقصود مثل ما حكينا عندي المنعكس المستقيمي الشرجي الناهي هو فطري، لكن المنعكس المستقيمي الشرجي المحرض الإنسان بيعلمه للطفل وقت أهله دائما بس يكبر هن بيعلموه إنه كيف عندما يحس بهذا الإحساس أن يعلن ثم بياخذوه على التواليت، وهذا يحتاج إلى تمرين بالطفولة الأولى. إذا يؤدي تمديد المستقيم عند حديثي الولادة إلى ارتخاء المسار الخارجي وحدوث التغوط بشكل تلقائي، كل ما تعبى المستقيم فبترتخي المعصرات وبيطلع ما بيقدر يستمسك، لكن مع التعلم بيقدر يكتسب التحكم بمسراته وكيف إنه المسار الخارجي بيرخي عندما عند الحاجة للتغوط وإمتى بيستمسكها. الحساسية المستقيمية والحاجة للتغوط لا يحدث الشعور بالحاجة للتغوط إلا عندما يتمدد جدار المستقيم، لكن التمدد بجدار الكولون ما بيعطي حقيقة الحاجة للتغوط إنما بيساوي نفخة أو ألم. تكون حساسية المستقيم أكثر تطورا من حساسية السين، لأنه حتى حساسية المستقيم هي 20 ملي بينما حساسية السين 80. إذا حساسيته تقريبا تطلع حوالي 4 أضعاف حساسية السين، وتتلائم الحساسية المستقيمة كثيرا مع توتر جدار هذا العضو. هلا ممكن وقت يتمدد المستقيم يصير عندي إحساس بالتغوط، لكن أنت عندما يعني عندما الإنسان ما بتكون عنده ظروف بيقدر يستمسك وبالتالي بتختفي وبتروح الشعور بعد فترة عابرة ليه؟ لأنه الضغط بيتمدد المستقيم فبصير مقدار ثابت وبالتالي بيروح حس التغوط.
لكن عندما يزداد حجم التمدد أكثر للوصول لحجم التحمل أعظم يرفع الضغط بتصبح الحاجة للتغوط ملحة. إذن الاستمساك البراز يعتمد على عضو خازن اللي هو القولون القاصي القولون الأخير يعني، وعلى عضو مطاوع أي هو المستقيم يعني. المطاوع المقصود أنه بيتمدد وبيحوي كل ما بيجي مخزون بيتمدد بيثبت الضغط فيه، وعضو مقاوم اللي هي اللي بتمنع أن واحد ما يتبرز إلا بإرادته وهي المسرات وحزام رافعة الشرج. وبالإضافة إلى أن هناك وجود حساسية نوعية تسمح بتفسير تمدد المستقيم كالحاجة للتعوض، وأنه لا ممكن يكون غازات يعني بيقدر يفرق ما بين أنه هو تعوض ولا بده يطلع غاز، والإنسان بيستطيع أنه الإنسان السوي أنه يفرق بيناتهم. وطبعا حزام رافعة الشرج اللي بتساوي هذا التزوي مثل ما شايفين بصير عندي زاوية هي رافعة الشرج اللي بتساوي هذا الزاوي، وبتطبق الجدار الخلفي على الأمامي وتعمل استمساك وعدم وإصابتها بتساوي ثلث البراز. وإن وحساسية المستقيم والشرج دور كبير أيضا في حدوث الاستمساك. إذا ما كان عندي هناك حساسية مستقيم الشرجي واعي مناسبي فإنه لا يكون هناك عندي إحساس أو استمساك. إذن من وظيفة الكولون الأيسر والسين هي وظيفة الخزن، والمستقيم يكون بالحالة الطبيعية فارغ، ولكن مرونته ومطاوعته بيقدر يسمع له بتأجيل المحتوى إذا كان في محتوى. تعد الخاصة الأساسية في استمساك البراز الذي يحتاج إلى وجود هامش كافي بين درجة الامتلاء الذي يحدث إحساسا واعيا بوجود مواد برازية في المستقيم وبين تمدد المستقيم الشديد المؤدي لارتخاء المعصرات الداخلية والخارجية بشكل انعكاسي. إذا هناك قدرة للمستقيم عنده هذه الخصائص أنه يكون عنده هامش بحيث أنه يحتوي أو يمتلئ بدرجة كافية بحيث نقدر أنه ما يصير ارتخاء بالمعصرات في سلس براسي. يشمل الجهاز المقاوم اللي بيقاوم طبعا الخروج البراز والمصادر الداخلية التي تعد العضو المهم في الاستمساك الأساسي عن طريق تأمين ضغط عالي وثابت مثل ما قلنا هي 9 باسكال بينما يكون 1 أو 2 بالمستقيم، وأيضا على المسار الخارجي التي ما لها علاقة بدور كبير في الاستمساك الأساسي لكن تؤمن الاستمساك الإسعافي يعني بتأمن لحد 60 يعني يوم بيصير ضغط في البطن عالي ما قلنا بيصل لأوقات للـ20، فهون بتتقلص مباشرة وبتؤدي إلى رفع واستمسك لمدة تقريبا 60 ثانية، وهذه الزمن لازم الكافي حتى يرجع المستقيم يقدر يتلائم ويتوسع بحيث أنه ينهي منعكس التغوط حتى يستطيع الإنسان أن يجد الوقت المناسب للتغوط. إذن يتم تنظيم التغوط وتأمين الحساسية المستقيمة اللي تيجي من القشر الدماغي عادة، يعني الإنسان هو بدماغه بيقول إنه هون وقت غير مناسب الواعي طبعا إنه غير مو معقول يعني، لذلك الإنسان اللي فاقد دماغه بتلاقيه بيبرز قدام الناس. إذن ليه؟ لأنه من عكس التغوط هو له سيطرة قشرية دماغية، وعندما تكون ظروف مناسبة بيلتغى هذا التثبيط المخي يعني بتكون في حمامات او مكان مناسب. هلا ايضا اذا بتشوف الناس اللي بيسافروا نتيجه الانشغال والحاله النفسيه وعدم التمكن يعني ما بيكون ظروفه دائما بالطرقات او بالسفر، فلذلك هدول بتلاقي عندهم بتوقف هذا المنعكس وبتلاقي لعده ايام وبصير عنده امساك. اذا يقوم المستقيم بواسطه قدرته التلاؤمية يعني بتاجيل افراغ البرازي نتيجة ظواهر ميكانيكية وأيضا
والتحكم العصبي. الزوار الميكانيكية حنلخصها هي انه شلون بتصير، بيبدأ التغوط، بيهبط هبوط في قاع الحوض، بيرتخي الحزام العضلي العاني المستقيمي اللي بتكون شادي المستقيم لو لقدام وعملته مثل مقلع او مسكرته، بيزيل هذا التزوي المستقيم الشرجي، بياخذ المستقيم والشرج بذلك شكل القمع، ويمكن التقلص ان يفرغ الكولون الايسر كاملا، ويترافق التغوط عادة أيضا بتقلص عضلات البطن، بيرفع الضغط وأيضا حجاب الحاجز. لذلك تلاقي إنسان حتى هو باللا شعور تلاقي إنسان أو يعني أصبح أنه تلاقي بيكبس أو بيساق مناورة الفلسفة. طبعا كل هالزوار بتتوقف عندما ينتهي التغوط. التحكم العصبي القشري، زينا القشرة الدماغ والدماغ المتوسط والبصر النخاعي. هلا اللي بيصير عندنا إصابات كمان بالعمود النخاعي ومن ضرب أي واحد بيصير عنده شلل سفلي، بيصير عنده سلس برازي مثل ما بنعرف. يكون دور قشر المخ أساسيا، لأنه لذلك حتى بتشوفوا اللي بيفقدوا وعيهم بيصير عنده انفلات مسارات سواء بولية أو شرجية. لذلك حتى كل اللي بيصير عندهم فقد وعي بيصير عندهم هذا الانفلات. وتحدث عن التغوط عند الانسان النخاعي الوسط منعكس نخاعي مع فرق واحد فقط بالمقارنه مع الانسان الطبيعي، وان البدء هذه العمليه لا علاقه له بالاراده. يؤدي تحريض الجلد العجاني عند الشخص المصاب بالشلل دائما الى حدوث التغوط الانعكاسي. هيك بنكون غطينا آخر قسم من الجهاز الهضمي. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة حنكمل الملحقات.